للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني زيارة هامة للرئيس البولندي، ما تتوقعه من مجالات للتعاون على الصعيد الاقتصادي والسياسي فيما بين البلدين في إطار هذه الزيارة؟ وبالطبع هي زيارة مهمة جدا في الوقت الحالي. طبعا بولندا من الدول الكبرى في المجال الاقتصادي، وايضا عضو في الاتحاد الاوروبي، وعضو في حلف الناتو، دوله قويه، دوله سوق كبير. طبعا الزياره دي هي طبعا هناك العديد من الاستفادات هتتم بين مصر وبين بولندا. طبعا في البدايه لازم نعرف ان مصر سياستها انها منفتحه على كل دول العالم، واستراتيجيتها اقامه علاقات متوازنه مع كل دول العالم، وهو ده اللي احنا شايفينه في السياسه الخارجيه المصريه وتعاملها مع الدول العالم ككل. طبعا الزياره هناك العديد من المجالات للاستثمار بين مصر وبولندا. مصر اصبحت في الوقت الحالي دوله جاذبه للاستثمار، هناك تعاون اعتقد سيتم بين المنطقه الحره في بولندا وايضا المنطقه الحره في منطقه قناه السويس. التعاون مع في مجال التبادل التجاري وزياده التبادل التجاري بين مصر وبولندا في الوقت الحالي، في علاقات مميزه سياسيه واقتصاديه وامنيه ايضا على كافه المستويات. فاعتقد ان هذه زياره مهمه ونتائجها ستكون مهمه خلال المرحله المقبله، وستعود بالتاكيد بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى وفي مجال الاستثمار بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة. أكيد، وبالتأكيد نحن في انتظار ما سيتم توقيعه من اتفاقيات في إطار هذه الزيارة. مصر في هذه المرحلة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة مساحة الأراضي المزروعة من القمح. هل في رأيك أن هذا أيضا يمكن أن يكون جانبا من الاتفاقات المشتركة فيما بين البلدين، أو أن تكون أسعار القمح على طاولة النقاش بين الرئيس السيسي ونظيره البولندي؟ بالطبع بالتأكيد طبعا أن هناك الاستراتيجية اللي كانت واضحة في وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، وهو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وأيضا في بالأخص في المنتجات او المحاصيل الاستراتيجيه مثل القمح. وشفنا مصر وصلت خلال المرحله الماضيه الى مستوى متميز جدا في انتاج القمح، وايضا انشاء الصوامع. اعتقد ان بالطبع ستكون هناك طبعا مباحثات في بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البولندي في هذا المجال، في مجال القمح واسعار القمح، نظرا طبعا للحرب الروسيه الاوكرانيه دلوقتي وتاثر السلع الاستراتيجيه وبخاصه القمح والزيوت واختلافه على مستوى العالم كله. فاعتقد طبعا سيتم مناقشه هذه الامور بشكل واضح. احنا طبعا في مرحله العالم كله بيمر بازمه اقتصاديه شديده جدا وزياده التضخم بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، ومن قبلها ايضا جائحة كورونا اللي أثرت على صناعات العالم. لكن الدول القوية اللي كانت اقتصادها مبني بناء سليما على أسس سليمة طبعا قدرت أنها تعبر أزمة كورونا، وقدرت أن هي تواجه الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ضمن وطبعا من أهم الدول اللي قدرت تواجه طبعا الدولة المصرية زي ما كلنا عارفين، وزي ما كلنا شفنا خلال أزمة كورونا أن الدولة الحمد لله لم تتأثر بشكل كبير، وأيضا في وجود في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. فطبعا هناك سيكون مجال للحديث طبعا في السلع الاستراتيجية اللي نقصت عن العالم كله، وهناك أيضا أعتقد أن هيكون هناك مباحثات حول الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على المنطقة وعلى دول العالم بشكل عام. هي الفكرة في معالجة هذه التداعيات. مصر يعني لها استراتيجية كما تفضلت أنها منفتحة على العالم، وفي نفس الوقت تحافظ على أمنها اقتصاديا وغذائيا أيضا.
فيما يتعلق بالقطاع التجاري، بالأرقام حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال العام المنصرم بلغ 800 مليون دولار، يعني مقارنة بالسنوات الماضية كان هناك زيادة 24%. هل متوقع زيادة حجم التبادل التجاري أيضا في إطار هذه العلاقات الاقتصادية القوية التي هناك هدف من الطرفين لتنميها أكثر؟ اعتقد ان هيكون في زياده، بدليل ان هي زادت 800 مليون دولار وزادت 24% عن العوام السابقه. اذا اعتقد ان هي نسبه التبادل التجاري بين مصر وبولندا في صعود خلال المرحله المقبله، واعتقد طبعا باذن الله ستشهد المرحله المقبله او السنوات القادمه زيادة في التبادل التجاري بين مصر وبولندا. ده طبعا وفقا طبقا للاستراتيجية المصرية زي ما قلنا، الانفتاح على دول العالم وزيادة التبادل التجاري والاستثمار وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين مصر ودول العالم. نعم، لعلك أستاذ جميل تابعت الأخبار المتعلقة بتوقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كاتوفيتش الاقتصادية لزيادة الاستثمار خلال السنوات المقبلة، كيف ترى تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟ بالطبع سيكون هناك استفادة كبيرة جدا للاقتصاد المصري بعد توقيع الاتفاقية، وأعتقد كمان ان هيكون هناك لقاءات بين رجال الاعمال المصريين والبولنديين من اجل زياده الاستثمار، من اجل ان تعود هذه المنطقه بالنفع على الدوله المصريه وعلى البلدين. ايضا زياده الاستثمار وزياده الرؤوس الاموال اللي هيتم ضخها داخل المنطقه الاقتصاديه المصريه، وهو ده طبعا اساس انشاء المنطقه الاقتصاديه المصريه انها تكون جاذبه للاستثمارات، وان يكون في اتفاقيات شراكه مع العديد من المناطق الاقتصاديه في اغلب دول العالم. فيما يتعلق بتنميه الصادرات المصريه، بالفعل مصر تصدر الى بولندا صادرات عديده سواء خضروات او فواكه، منتجات ورقيه وبلاستيكيه، ايضا الرخام، الجرانيت، هناك مجالات عديده يعني تصدرها مصر الى بولندا. في رأيك يعني إلى أي مدى أيضا ذلك يصب في صالح الاقتصاد المصري في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية؟ هو بالطبع سيعود زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. احنا شايفين في أزمات كتيرة بيواجهها العالم، وطبعا زي ما قلنا في البداية هي الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الحالي، لكن زيادة الصادرات المصرية والإنتاج المصري في كافة المجالات طبعا أصبحت جيدة جدا أو متميزة في الوقت الحالي. فزيادة الصادرات المصرية إلى بولندا أو لأغلب دول العالم بالطبع إحنا ماشيين في إطار في استراتيجية ضمن استراتيجية واضحة موضوعة من أجل النهوض بالصادرات المصرية ومن أجل تحسين الصناعات المصرية، حتى أن احنا نقدر ننافس في السوق العالمي في منتجات عديدة جدا. فطبعا زيادة الصادرات في الوقت الحالي تعود على الاقتصاد المصري بالنفع، والانفتاح على كل دول العالم في مجال التصدير أو المنتجات المصرية أيضا ده شيء مهم وتسعى الدولة إلى تنفيذه في الوقت الحالي بشكل. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، كنت معنا عبر الهاتف.